الحارس الذي يحضر بالفعل في هذه المباراة. هنا محاولة كرة لصالح سانشيز، عند المهارة وعند السرعة وعند أيضا القيادة، القدرة على قيادة فريقه في هذه، يا سلام، نقلة جميلة للأمام، تصل الآن أيضا للمنتخب عن طريق أرانجويز، والتسديدة تأتي والتصدي وفرصة جول. جول، نعم نعم، يسجل بوش، إديسون بوش اللي ضيع الفرصة الأولى، لكن الثانية ما يضيعها، الثانية في المرمى، وتشيلي تتقدم، تشيلي تتقدم على المكسيك بهدف في متابعة جميلة. شوف الكرة الماضية، ولاحظ العمل الكبير، العمل الكبير من إليكس سانشيز في المرة الأولى. يا لها من تمريرة، يا لها من تمريرة ما بين لاعبين. بعد ذلك الحلول موجودة للمنتخب التشيلي، التسديدة اصطدت حارس المرمى، إبعاد الكرة ما كان جيد إطلاقا، أبعد الكرة بهذه الصورة، وهيأ الكرة لإديسون بوش. إديسون بوش الذي يأتي الآن ويسجل بمناسبة أول أهداف، أول أهداف مع المنتخب التشيلي. يا لها من فرحة أخرى، كانوا أفضل في وضعية التمركز، وربما كانت الخطورة كانت ستكون أفضل في الكرة الماضية. مرور الآن لسانشيز، قد يأتي بالخطورة وقد يأتي بهدف ثاني، ربما الآن، ربما الآن، جول، هدف ثاني من تشيلي. تشيلي تقدم الشوط الأفضل، الأمثل، الأجمل، شوط خرافي بكل معنى الكلمة من تشيلي. وطالما لديك لاعب اسمه إليكس سانشيز فهو قادر، نعم، على أن يأتي من لا شيء بشيء، من لا شيء بشيء. كرة كانت ميتة، كان مضايقا وكان محصورا، ولكنه نجح في هذه اللعبة الجميلة. وفارغاس أيضا تمركز ممتاز، نهاية ممتازة، إدواردو فارغاس يسجل هدف ثاني. وأعتقد أن تشيلي ليس فقط بفضل الهدفين، وإنما بفضل الشوط الأكثر مثالية في هذه البطولة اللحظات، لكن أولا عليه أن يسجل هدف أول. هذه كرة خطيرة، فرصة للأمام، كرة جول، هذه جول، هذه جول، انتهت لتشيلي، خلاص تشيلي بالثلاثة إلى الدور نصف النهائي. أداء تشيلي هو الأفضل بالفعل منذ فترة طويلة. شوف الجمهور المكسيكي الغاضب، لكن الضغط على حامل الكرة مرة أخرى، السلاح الكبير في كرة القدم، لا وجود إطلاقا ليتسلل، الكرة جميلة، العرضية من فيدال، يا سلام، وسانشيز في هذه الأماكن يتقبل هدية فيدال، يتقبل هدية فيدال. أعتقد الأمور حسمت، الأمور انتهت، لكن الضغط على حامل الكرة مرة أخرى، يأتي بالهدية، وفيدال يأتي أيضا بالكرة الماضية، واللاعب اللي تألق في الشوط الأول هو من يسجل الآن الثالث. وتشيلي بالثلاثة، تشيلي بالثلاثة إلى الدور نصف النهائي. فيدال اللي سجل هدفين بالمناسبة في مرمى المكسيك، هذه خطيرة، هذه فرصة، هدف رابع، هدف رابع، جول، رباعية لتشيلي، رباعية لتشيلي. تشيلي تضرب بالأربعة يا أوزوريو، تشيلي تضرب بالأربعة، وتشيلي تضع قدمين الآن ثابتتين الآن أمام كولومبيا في الدور نصف النهائي. أداء تشيلي هو الأفضل ربما منذ سنوات بالفعل. الكرة الماضية اللي وصلت، وإدواردو فارغاس يتقدم ويسجل هدفه الثاني في هذه المباراة الآن. تقدم وواجه الحارس أوشوا وسجل بكل ثقة أمام واجهة حارس المرمى، ما استخدم القوة، استخدم الذكاء وسجل بالتالي الهدف الرابع. ولاحظ الآن المدرب الأرجنتيني الإسباني أخوان أنطونيو بيتزي يفرحون لأنهم أصبحوا الآن متأكدين جدا في مباراة هذا المساء. بينما الطوفان الأحمر مستمر، والكرة الآن، وهذه جميلة وهذه خطيرة، فرصة الآن، الكل يبحث عن الخامس، الخامس،
الخامس انهيار مكسيكي عزيزي المشاهد. باتريك لي فارغاس، الطوفان الأحمر مستمر. نعم، والكرة الماضية من بوسيغور تأتي وتصدي حارس المرمى. المتابعة من فارغاس، المتابعة من فارغاس، ثاني هاتريك في هذه البطولة بعد ليونيل ميسي اللي سجل، والآن يسجل هاتريك ثاني في هذه البطولة فارغاس. نعم، فارغاس يأتي بالهاتريك وخماسية عزيزي المشاهد. المباراة الأفضل في اعتقادي حتى في البطولة الماضية، يعني البطولة اللي أقيمت في سان دقيقة و16 دقيقة أخيرة على عمر هذه المباراة. يواصل الانطلاق الآن أليكس سانشيز، وكرة خطيرة وفرصة موجودة الآن، وفرصة هدف موجود الآن، ولا زالت المحاولة قائمة، وهدف سادس عزيزي المشاهد، هدف سادس وسوبر هاتريك لتشيلي. يا إلهي، ما الذي يحدث؟ تال مقياس ريختر، ست درجات، ست أهداف كاملة. المتابعة، الكرة لمن تبغي، الكرة لمن تبغي، تبغي اللاعب تأتيك على طبق من ذهب. في المرة الأولى مرات، في المرة الثانية مرات، اضربت في المدافع وعادت لفارغاس اللي تابعها من زاوية مستحيلة. الكرة لمن تبغيك، وتشيلي بالتالي تسجل سداسية تاريخية عزيزي المشاهد، لها في كوبا أمريكا ولها أمام المكسيك البلد العملاق الكبير. ما الذي يحدث في كرة القدم؟ الذي حدث باليوم، في اليوم بالفعل وفي هذه الأمسية، أن الفريق اللي وصل تقريبا 9 مرات 10 مرات. سانشيز ينطلق أمام 3 مدافعين، عند الحلول، يتقدم الآن ويستمر ولازال مستمر، والكرة تعود إلى فيدال. يا سلام من قولة، هذه خطيرة، فرصة للسابع، جول، سباعية للتاريخ يا تشيلي، سباعية للتاريخ يا تشيلي. تشيلي تقدم ربما المباراة الأفضل في كوبا أمريكا في تاريخها، وصلت قليلا ولكنها سجلت سباعية كاملة مكملة في هذه القمة التشيلية من طرف واحد، قمة من طرف واحد بالفعل، وصلت إلى سباعية، وإيديسون بوش يسجل الثنائية. لكن الأهم من ذلك أن الفريق دموع المكسيكيين بدأت الآن عزيزي المشاهد، لكن تشيلي تضرب، وتشيلي تتقدم، وتشيلي تضرب موعدا مع التاريخ.